الفنانة نورة اعتزلت في عز مجدها بالرغم من نجوميتها الكبيرة في التسعينات، وده حصل صدفة لما راحت تسهر مع عفاف شعيب. تعالوا نعرف كل تفاصيل اليوم اللي بكت فيه نورة بصوت عالي وخدت قرار نهائي باعتزالها الفن، وإيه الطلب اللي اتفاجئت بيه من ياسمين الخيام، وكمان هنشوف صور لأول مرة من حفل زفافها. خليكم معنا لآخر الفيديو. اسمها بالكامل علوية مصطفى محمد أدري، وهي الأخت الصغرى للفنانة بوسي. اتولدت سنة 1954 وحصلت على بكالوريوس تجارة، وبدأت نورة مشوارها الفني وهي طفلة في السينما، وشاركت لأول مرة في فيلم وفاء للأبد، وكانت نورة بتشتغل في فيلم عنتر شايل سيفه مع الزعيم عادل إمام. وأول لما شافها حاتم ذو الفقار حس إن قلبه اتخطف وقرر يصارحها بحبه، واتفقوا على الجواز سنة 1984، وعملت فرح أسطوري حضروا كل الفنانين. فستانها كان طوله 3 متر ونص ومشغول بالأحجار الكريمة والألماس، وتكلفته 10,000 جنيه، وطبعا ده كان مبلغ كبير جدا وقتها. وانفصلت عنه بعد 8 شهور بس بعد ما دفعت له 30,000 جنيه. وبعد 6 سنين قررت نورة تجربة الجواز مرة تانية من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، وبرضو أبوه كان رافض الجوازة، بس هشام أصر على رغبته واتجوزوا سنة 1991 بالرغم من انها كانت اكبر منه بخمس سنين. وانفصلوا عن بعض 3 مرات بسبب ضغوط اهل هشام، وعلاقة نورة كانت كويسة جدا بكل زملائها في الوسط الفني، ودايما في زيارات ما بينهم. وفي سنة 1996 عرضت عليها الفنان عفاف شعيب تزورها في بيتها، لانها متعودة تسهر مع نسرين وياسمين الخيام وهناء ثروت والراقصة المعتزلة هالة الصافي، وطبعا نورة وافقت. ولما وصلت نورة بيت عفاف شعيب في المهندسين اتفاجئت ببخور كتير، وكمان كان في مقرئ للقرآن وهم ماسكين مصاحف في ايديهم وكانوا في حالة خشوع كبيرة. بصت لهم نورة وهي مش عارفة تسلم عليهم ولا تستنى لما يخلصوا القرآن، وسألتها ياسمين الخيام وقالت لها فين الحجاب بتاعك يا نورة، بس نورة ما ردتش عليها وكانت مركزة مع صورة آل عمران، لحد لما سمعت الآية اللي بتقول وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وحست بجسمها كله بيترعش وانهارت في البكاء بصوت عالي لدرجة إن الشيخ وقف قراءة، وراحت لها عفاف شعيب وخدتها في حضنها، وقامت نورة وقفت ومسكت المصحف وقالت لهم بصوت عالي يا جماعة خلاص أنا هعتزل وده قراري النهائي ومش هرجع فيه. ابتسمت لها ياسمين الخيام وخدتها في حضنها وقالت لها ربنا يقوي إيمانك يا حبيبتي، ربنا ينور بصيرتك. وبعدها طلبت من عفاف تجيب لها حجاب، ودخلت واتوضت وصلت ركعتين، ولما رجعت مسكت مصحف زيهم وبدأت تردد معاهم. ولما المقرئ خلص قراءة القرآن قالت لها عفاف شعيب إنهم متعودين يختموا القرآن دايما في بيت واحدة منهم كل أسبوع، وردت عليها نورة أنا متخيلة إني كنت هاجي ألاقي سهرتكم رقص وغنى، انتوا فوقتوني. وقررت نورة تشتري حجاب قبل ما تروح بيتها، وبلغت بوسي بقرارها وسألتها انت فكرتي كويس في قرارك، انت اللي هتتحملي نتايجه. فردت عليها نورة ربنا يقويني انا مقتنعة بقراري وفتحت صفحة جديدة في حياتي. وفعلا بلغت كل المنتجين والمخرجين بقرارها بالرغم من الاغراءات الكتير اللي كانت وصلت لها، الا انها كانت قفلت باب التمثيل بالضبة والمفتاح.